يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا أحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفي ما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من محافظات الجمهورية. البداية من القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى 37-27 الصغرى، اسكندرية 34-24، مطروح 33-25، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 39-26، بالنسبة لمحافظة السويس 38-27، وبالنسبة إلى العريش 34-24، طابة 36-27، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 41-30. الأقصر درجة الحرارة 45 درجة والصغرى 30، في أسوان 46-31، في الوادي الجديد 45-28، في شلاتين 36-30، وأخيرا في حلايب 41-32. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من عواصم المدن العربية والعالمية.